قسما بالله احنا بجد فخورين بيه. انت ما سأل اللي زي حالتنا، احنا نتعلم. انت اول ما اتكلمنا معاك دخلنا نهزر ونضحك، احنا اصلا بالناس دي بنهزر عليه، جبنا واحد نضحك معاه مش عارف الكلام ده كله. لما جبناك فعلا اتعلمت الاحترام، نحترم الشخص اللي قدامنا ازاي. فعلا الناس المتعلمه تعليم عالي وناس اللي اخلاقهم يعني اللي اخلاقهم ذوق دي اهاليهم تعبت في تربيتهم. انت راجل محترم، ربنا يسعدك، ربنا يبارك فيك. جليل منك. جو 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 راح بقى يعني كده. النهارده هدعي لك وانا في الحرم دعوه من القلب، من جوه القلب، الناس اللي تعبوا في تربيتك والناس اللي خلوك كده، وانت شخصك كملت على المسيره ديت، انت راجل محترم وتستاهل ان الواحد يدعيلك في قلب الحرم وهو جنب رسولك بيدعي لك. استمع جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمرك ووسع رزقك يا رب، ويجعلك في كل خطوه سلامه، ويجعلك ميزان حسنك كل شيء. اللهم امين، اللهم امين. كل الخدمه اللي بتقدمها لله ربنا يجعلها في ميزان حسنك ويوسع رزقك ويجعلك في خطوه سلامه. ارض الطاهره الطيبه ديت بندعي لك وبنتوسل ربنا نوسع رزقك عشان ترى محترم. ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك. عايزين نتواصل معاك يا دايما يا دكتور. بالله عليك مبسوطين جدا جدا قسما بالله ان احنا اتواصلنا معاك واتكلمنا معاك كده. وريتك بقى خدمه، خلي بالك من نفسك ودعواتك ليا بس. ومنتظر دعوتك ان شاء الله وانت في الحرم ان شاء الله. نشاف يا رب النهارده والله. ان شاء الله ان شاء الله. جزاكم الله خير، يومك سعيد، حياتك كلها سعاده. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الناس اللي معاك. تمنوا بقى خدمه؟ لا دعواتك بس. يلا مع السلامه. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. خلي بالك من نفسك.